يؤكد عثمان أن قريشاً لا يريدون القتال، وأنه شعر بخوفهم تجاه رسول الله، فأوفد المشركون حليفهم عروة بن مسعود الثقفي، فقد جاء بأهله وولده وأهل عكاظ، ثم بعثوا بعده الحليس بن علقمة، وكان رجلاً يعظم الهدي، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أظهروا له الهدي. وبعثوا بعده مكرز بن حفص، وأخيراً أوفد المشركون سهيل بن عمرو ليعقد الصلح مع محمد، ولما رآه صلى الله عليه وسلم استبشر خيراً وأيقن أن القوم أرادوا الصلح، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرض ما لديك، ما الصلح الذي تطلب؟ أولاً أن ترجعوا عامكم هذا ولا تعتمروا، على أن تأتوا في العام المقبل لا تحملون من السلاح إلا ما يحمل الراكب. ثانياً، من شاء أن يدخل في حلفكم دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. ثالثاً، أن تضع الحرب بيننا وبينكم 10 سنين. رابعاً، من خرج من قريش هارباً بغير إذن وليه إليكم تردونه إلى قريش، ومن خرج من عند محمد إلى قريش فإنه لا يرد. ما هذا الذي جاء به سهيل؟ إن النبي لن يرضى بهذه الشروط القاسية. النبي سيعقد صلحاً مع قريش. يا محمد، لقد جئت أعرض عليكم الصلح. فجاء علي بن أبي طالب، فقال النبي: اكتب يا علي، بسم الله الرحمن الرحيم. أما الرحمن فإنا لا نعرفه، فاكتب باسمك اللهم. قال عليه الصلاة والسلام: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. يا محمد، لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت، بل كنا من التابعين. أترغب عن اسمك واسم أبيك؟ اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم قال لعلي: أمحو رسول الله. قال علي: والله لا أمحوك أبداً. فأخذ رسول الله الكتاب فأراه إياها علي، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وتم الصلح بين النبي وقريش. وكان من أهم شروطه وضع الحرب 10 سنوات بينهم، يأمن فيها الناس ويكفوا بعضهم عن بعض. فحزن الصحابة حزنا شديدا، وجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال النبي: أنا رسول الله، ولن يضيعني الله، وهو ناصري، فاستمسك بغرسي. لا أعتقد أن قريشا ستبقي على هذا الصلح. وفي صلح الحديبية أكبر وأروع المثل على ذلك، لنتعلم من رسول الله كيف يمد يده بالسلام وكيف يحقن الدماء. بعد مرور 3 أيام من الرجوع من صلح الحديبية، لقد كان ليهود خيبر دور ماكر في تحرك الأحزاب، فهم من تعاونوا مع اليهود وحرضوا بني قريظة ضدنا. آن الأوان للخلاص منهم أيضا. النبي توقف في الرجيع بين غطفان وخيبر لقطع أي إمداد عسكري تقوم به اليهود. هنا توقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليتأكد من أن يهود خيبر
ما زالوا على غدرهم وكفرهم وأن أرضهم خالية من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: سننتظر حتى بزوغ الفجر، فإذا لم يرفع الأذان من داخل الحصون فسنشن الغارة عليهم. وسمع اليهود صوت تكبير المسلمين وقالوا: محمد والخميس، أي الجيش. أبو بكر سيقود أول حصون خيبر ولن يفتح له. وأخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له. وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد، وقد حاولوا وحاولوا، ولكن شدة التحصين كانت عائلا دون الفتح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح خيبر، فبعد أن استعصت تلك الحصون الأولى والثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع لوائي غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، وبحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له، يفتح الله على يديه ليس بفرار. وعندما أشرقت الشمس خرج أشجع رجل من اليهود، مرحب اليهودي، فجاء علي بن أبي طالب فبارزه وأخذ الراية من رسول الله، وقد أمره النبي أن امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، علام أقاتل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الدعوة إلى الله قبل القتال، قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن فعلوا فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. كتب الله النصر على يهود خيبر وفتحت حصونهم بفضل الله. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لكل ملوك الأرض أيضا برسالات يدعوهم فيها إلى الله. أيكم أقرب من هذا الرجل؟ أنا يا سيدي القيصر. هل هو ذو حسب فيكم؟ نعم، فهو ذو نسب فينا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول إنه نبي؟ هو الصادق الأمين في مكة. وهل اتبعه أشرف الناس أم ضعفاؤهم؟ بل ضعفاؤهم. يزيدون أم ينقصون؟ يزيدون سيد القيصر. وهل ارتد أحد منهم عن دينه؟ لا، لم يرتد أحد. لو كان كلامك عنه صحيح فهو نبي، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لا أحببت لقاءه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. وعندما وصلت رسالته إلى كسرى ملك الفرس مع عبد الله بن حذافة، فلما قرأها مزقها، فدعا رسول الله عليهم أن يمزقوا كل ممزق.